السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا الان بدنا نستخدم الـ Virtual Box حتى نقوم بتنصيب الـ Git على الويندوز. سهل جدا، نفس الطريقة، تدخل على اي متصفح انت تفضلها، تجي تكتب هنا GIT، تعمل على Enter، تعمل على الانتر، يعني تعمل لها انتر. طبعا كثير الناس تنصحني انها تكلم بالطريقة الفصحى، بس هاني بالفصحى صفر. هذا هو الـ Git. اوكي، المتصفح اكتشف انه احنا عندنا Download for Windows، نضغط على Download for Windows، ننتظر شوي هو اوتوماتيكيا راح يقوم بالتحميل. في حال اذا ما قام بتحميلها اوتوماتيكيا، لاحظ هو اوتوماتيكيا بيقوم بالتحميل. يخرب بيتك 35 ميجا. عندنا هنا 32 بت لجماعه الويندوز 32، وعندنا 64 لجماعه الويندوز. ممكن استخدام البت الجيت كبورتبل 32 64 عادي جدا. فاذا هذا هو الداونلودز، لاحظتوا طريقة سهلة جدا، ممكن للسولاريس، لللينكس، للويندوز، حتى الماك. يعني في الماك يعطيك إياه على شكل DMG، طبعا النسخة الآن راح يعملها تحميل، أتصور Downloading Starting كلين يقول هنا أنا. لجماعة الماك أيضا سهل، مجرد أنه أنت بعد ما يقوم بتنصيبها أيضا تنفيذي DMG حيحمل لك إياها، تعمل عليها دبل كليك، نيكس 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 ولا آخرين من أمور جيت، راح تلاحظ عندك الجيت منصب. طيب خلينا نشوف هنا الجيت. إذا أتصور أنا بعض الدورات اللي شرحت بيها، لاحظ هذا هو الجيت. طبعا إحنا حننتظر أنه يقوم بتحميلها بالكامل، بس مبدئيا أنت بعد ما يقوم بالتحميل تعمل داونلود. خلينا نشوف في سكشن الداونلود يمكن يكون موجود. هذا هو الجيت، تلاحظ هذا هو الجيت، مجرد تضغط عليها دبل كليك، يعني هذا بعد ما يقوم بالتحميل طبعا حينزل عندك. تقول له ران، طبعا انا بستخدم ويندوز 8، ما تفرق معك اذا كنت تستخدم ويندوز 7 او ويندوز 10، هذا التجريبي. لاحظ تظهر لك بهذه الواجهه، تضغط على نيكست نيكست. يوز جيت فروم Git bash only, use git from Windows commands. هذا راح يخلي تستخدم الجيت فقط من الجيت باش، هذه الايقونه. لكن هذا بيسمح لك انه انت تستخدمها عن طريق الويندوز كوماند ايضا، يعني السي ام دي. اوكي، نحن نضغط على next، هنا يقول لك use open ssl libraries next، ما عندنا مشكله بها، كلها next 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 كالعاده. الويندوز راح يقوم بعمليه التنصيب، طبعا كون انه انا عندي اصلا منصب، ما اتصور انه راح يعترض هنا أنا. يمكن انا عدنا، خلينا نشوف هذا بيقوم بالتحميل. يلا يا ويندوز، يلا يا ويندوز. اوكي، ده يقوم بعمل الاكستراكت. طبعا يمي شوي بطيء لانه انا معطي له يمكن 1 جيجا رام فقط، هذا راح يكون شوي بطيء عندي، بس هو راح يقوم بتنصيبها. طبعا حيظهر لك ايكون الجيت موجود على الديسكتوب، فهذا الشيء جميل. انا كنت متوقع انه احنا راح ننتظر يكمل داونلود. فعندك هذا، بس يكمل الداونلود راح يظهر لك الايقونه. يلا لاحظ ظهر لك الجيت باش. هذا مش محتاجينه، ممكن تعمل لانش جيت باش، وممكن مننا تعمل دبل كليك فقط ويشتغل عندك الجيت باش. هذا هو الجيت باش. طيب ممكن اعمل هنا رايت كليك، خلينا نشوف هنا اذا عندنا اوبشن، مثلا عندنا التكست، ممكن نعمل select. لاحظ هنا ممكن أنا أكبر الفونت. أوكي، apply، لاحظ صار عندي الفونت أكبر. طيب هنا أقول له apply، أقول له save. ممكن لاحظ هنا أنا هذا ال git minus minus version، خلينا نعمل enter. لاحظ بيظهر لي ال git version 2.12.2 Windows 1. ممكن يظهر لك ال version مختلف، لأن هنا أنا ال git إحنا اللي بنحمله هو 2.13، صح؟ فممكن انت الفيرجن يطلع عندك 2.13، لان هذا الفيرجن اللي انا كنت محمله سابقا هو قديم طبعا. اوكي، فبهيك حاله انت تلاحظ انه الجيت عندك تم تنصيبها، ما عندنا اي مشاكل. خلينا نشوف جيت ماينس ماينس هيلب انتر، هذا مجموعه الكوماندات اللي ممكن انا استخدمها مع الجيت، جيت ماينس ماينس هيلب. جميل جدا.
إذا بهيك حال إحنا عرفنا أو أخذنا فكرة كيف تنصيب الجيت على الويندوز. لهنا نحن حنوقف، نكمل وياكم درس القادم. مع السلامة.